بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي وأعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم بعنوان الأعداد حتى العدد 1000. تذكر معي يا عزيزي الطالب، عند تجميع 10 قطع من المكعبات يساوي 1 عمود من العشرات، يبقى 10 وحدات هتساوي 1 عشرات. أيضا عند تجميع 10 أعمدة من العشرات يساوي 1 مئات. أيضا عند تجميع 10 مئات يساوي 1000. مثل العدد 24 باستخدام قطع دينيز. طبعا يا احبائي، انا عندي الاربعة هنا في خانة الاحاد، سنقوم بجمع 4 قطع، وايضا يوجد 2 في خانة العشرات، سنقوم بتجميع 2 عمود من العشرات، يكون هكذا ب24. اكتب رمز العدد. طبعا انا عندي هنا المعداد، عندي الوحدات وعندي العشرات. يلا يا بطل، عندي كم وحدات؟ كم يا بطل؟ 3. احسنت. وكم عشرات؟ 1 عشرات، 2 عشرات، 3 عشرات، 4 عشرات، 5 عشرات، 6 عشرات، 7 عشرات. احسنت يا بطل، احسنت. 73. احسنت.
مثل محمد العاية 999 مستخدما قطع دينيز بإضافة قطعة واحدة، فما هو العدد الناتج؟ أيضا يا بطل عندي 9 قطع من الوحدات، وعندي 9 أعمدة من العشرات، وعندي 9 من شبكة المئات، يبقى عندي مثلنا 999. ثم قمنا بإضافة قطعة واحدة إلى الأحاد، كم صارت يا بطل؟ 2 4 6 8 10، 10 قطع من الأحاد. وذكرت سابقا إن 10 قطع من الأحاد هتساوي 1 10. إذا أضفنا 1 10 إلى 9 أعمدة من العشرات صارت 10 10، اللي هي تمثل 1 100. إذا أضفنا 1 100 إلى 9 100 صارت عندي 10 100، اللي هو بيمثل لي 1000. واحد من المكعب الكامل اللي هو عبارة عن 10 100 يساوي 1000. إذن العدد الناتج هو 1000. إلى هنا أحبائي نكون قد أنهينا دروسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.